وش اخباركم؟ اليوم موجوده انا وايان ويزن اللي هو هناك. اي يزن قول لهم هسوي لهم هاي. هاي. طيب تعرفوا ايش قاعد يسوي؟ انا اوريكم ايش قاعد يسوي. شطور شطور قاعد يسوي السيت بيلت. يلا حاول ماما. سو حبايبنا اليوم راح نطلع انا وياكم بجوله، راح نتسوق غراض المدرسه، واخيرا راح تفتح المدرسه ابوابها والاوراد راح يروحون الاسبوع الجاي. فاحنا هسه راح نشتري ها ايوني سكول سبلايرز. سكول سبلايرز. طبعا انا قلت لكم شغله، ايان ويزن لبستهم نفس الشيء، وانا على اساس انه ارسلان يلبس نفسي، عندي لبسه نفس الشيء. ما ظل يبكي. واخر شيء شنو لبس؟ بيبي يودا. لبس بيبي يودا وتيشيرت بيبي يودا. خليني هسه انا اترككم ارجع لورا عمود احطه بالكرسي واجي. وهسه خلصنا من ارسلان. طبعا يزن كان يركبه هنا هذا الكرسي حق ايلان صغير. هذا الكرسي مال ارسلان. نو ذس ون فور ايلان. وهنا عندنا يزوني ريدي سويتنج. كل مره ما نطلع مو هنا يقعد ايا ارسلاني. Your mistake. طبعا يا جماعة اللي صار اجى وعد وساعدنا، لان بعد ما ركب الارسلان هناك ظل يقول ارسلان واو واو واو، وطلع لا اللي ورا مال ايلان وهذا مال ارسلان. يزن وارسلان يصحوا يقولوا لي ماما هنا، وانا اقول لهم لا 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 هذا مال ايلان البيبي، انا شلون يعني صار عندي زهايمر. يلا هسه خلينا نروح. يلا قول لهم ليتس جو 1 2 3. My mom is driving the car. We're gonna head to Walmart to get our school supplies. واو مستعدين اولاد المدرسه؟ ايه متحمسين راح تشوفون اصحابكم؟ ايه. واخيرا كم سنه صار لكم بالبيت؟ 2 years صح؟ نو اماند. If it was 2 years by now I'll be you will see me being 10 years old. ايه لعد ماما كورونا متى اجت؟ مو سنه 2020 واحنا 2021. 1 year. Yeah, we didn't wait. Summer only takes only couple months. اي ماما بس انتوا ويانا السنوات كلها سمر كانت بالنسبه لنا، كلها عطله. واخيرا راح تطرحون للمدرسه. واو I'm so happy. Real school? Yes, I'm so happy for you guys. وصلنا اول شيء الوالمارت لان بالقرطاسيه هنا اسعارها كلش مناسبه. هاي دخلنا اول شيء راح نجيب دفاتر، المطلوب من عندهم 4 دفاتر الوان مختلفه، فكل واحد قاعد يختارون الدفتر مالته. شوفوا 25 سنت وهنا 67 سنت، يمكن يختلفون على حسب الاوراق الموجوده بيها، بس خلنا نتاكد هم الاوراق ايش قد المطلوبه لهم. فخلصنا اول شيء المطلوب. طبعا هاي اللسته العاديه اول يوم بالمدرسه، راح كل ابله من عندهم تعطيهم لسته ثانيه ويشترون. هسه هيك الخفايف هنا حاطينهم الماركر والشغلات. اتذكر السنه اللي طافت قبل تصير كورونا. اوكي هنا هذا المكان كانت عركه اول يوم مدرسه. يمكن اصور لكم اياه اول يوم مدرسه، كل واحد ياخذ اللسته مالته. تجون هنا عركة. كنت حاطة الكرايونز والغراض مالتنا والسلة، ورايحين مكان ثاني على اساس نجيب غراض ثانية. اكو ناس تباوع لي وتباوع السلة، يريدون ياخذون الكرايونز من السلة مالتنا لانه ماكو، يعني هيجي كانت قبل. بس خليني اوريكم هنا، شوفوا مقسمينهم باشياء كلش حلوة، مثلا هنا البنسل، هنا الهايلايتر، هنا البن، الكراين، الجلو، يعني مرتبينها للاهل والناس بشكل كلش حلو. لا ماما مو هاي هايلايتر، هذا اللي دائما نشتري لكم اياه الابلوات يردونه. This one. شاركي. Yeah. هاي الزون. I'm looking for that highlighter. The small one doesn't deep. هذا الهايلايتر اللي كل سنة ناخذه. هاي الابلوات اللي يردونه. Hello. Oh this one. لا وايد مختلف. I was looking for this. مو نص لي ساعة ما قعدي واقول لك هذا. اوكي. ارسلاني بي نايس. يلا. هسه البن. البن. وعندنا الكرايونز، هاي الكرايونز. ماما اوكي هاي الكالر بنسل. We need them. I think yeah. You just color with them. اوكي لعد you need them. اخذهم هاي. Do we need glue? Actually want. Yes, you want glue? Where's the glue? Here the glue. Yeah, دائما تاخذون هذا صح الجلو للمدرسة؟ Yeah, take one. We can get one, but we can get. Yes, crayon. واخذ بعد واحد. وهذا بعد هم يطلبونه من عندكم صح الجلو؟ So take it. Take this one. So take this one. و take أياني this one. Can I get this? شو تسوي بيها؟
you could put stuff inside it. شنو الستاف اللي راح تدخل تحط بيها؟ No, it's for boys. هاي for coins. تحط فلوسك. No, the keychain. The keychain. It's the keychain. Can I get it? Yeah. Okay. I get this. Oreo. My favorite. Please. جاب الأوريو هنا. Okay. أخذه. Okay, أخذه. هذا نحتاجه. اوكي اخذوا وان سيزر يلا وهذا اخذته من عند ماما هذا للصبوره يمسح كامل وان يكتك اخذ اثنين ايه مساحه صديق المساحات اللي لونهم بينك دائما يطلبونهم من المدرسه لهم هنشوفهم وين يعني ايش قد احب انا والمارت لانه كلش مرتب مرتب وحاطين الغراض كلهم يم بعض هاي احسن ياخذوها لانها بيها الوان شنو لقيت شنو لقيت بيبي يودا حلوة هاي يا بس خلينا نشوفها هاي اللي بالظهر أحلى هاي هيتشي مال لانش بوكس استخدم الكالكوليتر أنا تفكر بيا شكرا شكرا اي والله محتاجة جينا نريد فايلات إلهم لأن كل مادة محتاجين فايل تقريبا أوكي يلا اختاروا شنو تردون هذا شاربنر في السكول اوريدي عندكم الشاربنر لا الشاربنر ذا مور يو هاف تو سبين ات ان ا كيك فور ايفر سام تايم ات بروكس يور بنسل سام تايم ات دازنت ورك يا واو اشوف حلوين اشوف والله حلوين هالمره جايبين بس ها خليني اتاكد هم لانهم دائما يطلبون الوان معينه ها خاف ما يرضون نو ذي ار اي سين سم ون وذ ات والله اوكي اوكي بس ماما لحظه خلينا نشوف النهايه هذا بلاستيك مو ولا لا هذا كرتون ماما جيبوا بلاستيك ما اعرف بس اللي قبل كانوا الابلوات يردونهم هيك الوان يعني لون اخضر لون ها عشان يخلونهم موحدين الطلاب بكل المواد حاليا قلت لهم يرجعون هاي الفايلات لانها ما مكتوبه شنو على ما يروحون المدرسه بس مكتوب نريد مثل هذا 2 انش بايندر 2 هذا 1 انش بس راح ندور على مثل هذا 2 انش ونشتري كل واحد 2 ماما this is already more than 1 inch لا ماما 1 inch مكتوب شوف هنا شوف مكتوب 1 inch why do they have to be 2 inches this is already too big هاي كلش مهمة يردونها نشتري لهم اياها وصار ارسلان وقت انه يروح للحمام emergency let's go so مثل ما تشوفون هناك الحمام رايحين له انا والاولاد وهاي خلصنا من الحمام اكو مغسلات هي على قدنا هنا حق البيبيز يلا خلصت بروح اطلع من الحمام شفت هاي مسوين عليهم سيل هي ب 3.9 هسه دولارين راح اخذ لي كم من قطعه على السريع يعني صدق ما كنت اعرف ان هاي القطع البيسك هذا اللون شوف شلون حلو يخبل اخذت لي واحد من عنده هنا بوال مارت ورخيصات مسوينهم على 2 دولار هسه هاي الجنط وصلنا هنا يردون هم الجنطة مالت اليوتيوبر مالتهم الفيفوريت أكبر من عند الجنطة أرسلها It fits them perfect Really perfect كبيرة هسا أولاد خلينا نروح نشوف لكم البنطلونات طبعا البنطلونات سود خلينا نشوف إذا أكو هنا طبعا جابوا لهم هاي حبوها أوكي هاي قياس 14-16 سنة إجت على قياسهم حبوها لأنها هاي شوف مكتوب عليها بلاي ستيشن شنو ماما شنو شنو اوكي ذس وان هاك هاك تفضل يا والله زين قياسك يلا خلاص انزع سو اللي تردون الشغلات الساده هنا تجون بوال مارت كل التيشيرتات الساده سواءكم طويل انا اقدر احكي وياكم انا ها ماما ذس وان اي ماما هاي ذس وان ها شنو اشتريت انا الي؟ I like it when it's long because I just do this. I put it out and. Okay. سو انا عندي فستان نفس هذا اللون فراح اجيب الاولاد همه من عندهم على مود نسوي صوره مع بعض كلياتنا شوفوا الالوان كلش حلوه ورخيصات 3.9 كل الالوان الساده اللي تردونها لبالكم موجوده خصوصا هاي هذا اللون وهذا اللون مالت الخريف الخريف اجى يا جماعه شوفوا حتى بول مارت اكو بولو انا ما كنت اعرف انه البولو وشوف سعرها ايش قد 16 دولار هناك بالامارات تعرفون هذه البولوز قد سعرها؟ تقريبا 100 دولار تقريبا تجي شفت هذيلا يخبلون مالت سناك راح اشتريها يا 1 2 3 4
وهي بعد اكو من عندهم الصدق يخبلون. شوفوا بسعرهم مش قد. لا والحلو من هاي اكو صحن، بس احنا جايين المدرسة لو شنو؟ فاجينا عند الكاشير، احنا نسوي الكاشير بروحنا، يا يعني يكون اسكان هنا او اسكان هنا او اسكان بهاي هذا الشكل اوكي، او عندكم الكاشيرات هناك عند الكاشير العادي، بس احنا يفضل هيك شنو عندنا هوسه عمود اشوف براحتي شنو اللي ناخذه واللي لا. هاي صار اثنين تو تايم. هذا طالعين من والمارت نروح لسيارتنا نحط الغراض ونشوف اذا نقدر نروح التارجت. التارجت طبعا هنا يمنا، او نروح المارشل او لا تارجت او مارشل تارجت اند مارشل. جينا هسه التارجت راح ندخل هنا بتارجت. شوف هنا الجنط مخلص تارجت، متى حطوهم متى خلصوا بعدهم. خلينا نشوف هناك اذا اكو شيء حلو. هاي هنا وهنا طبعا هم مسوين سكشن كامل نفس والمارت حق العودة الى المدارس. هاي هي مثل ما تشوفون هنا، وبنفس الوقت هم هنا اكو. هذه الاسعار ما اعرف، بس يعني ان جنرال هي والمارت ارخص، بس هنا بعد هم مسوين شغلات رخيصة يعني حق المدرسة. هاي هي البنطرونات اللي كنت ادور عليها، هاي سودة احب اشتري لهم اياها قطنية خفيفة مو جينز ولا شيء عشان يرتاحون باللعب، وهم من تحت احبها هاي وايد 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 احبها، دايما اشتري لهم اياها احسن لهم. وهنا شوفوا لانها خفيفة لا يفتحون دقمة ولا يسكرون زنجيل لما يروحون للحمام. This one. ما ماما. Look. This one. Yeah. This one nice. اجينا على مارشل هو هناك، بس اجيت على مايكل ما اعرف شنو اريد، بس قلت خلينا نجي له تعالوا ويانا. واو دخلنا المايكل. طبعا مايكل الغراض اللي تبون تسوون شغلات للبيت ديزاينات تشوفونه هنا، الشغلات اليدويه يعني تردون كل شيء اكو هنا عنده، بس منزلين شغلات الخريفيه. شو شلون حلوه هاي اذا تبون تزينون بيتكم، شكد حلوات يخبلون هاي على الباب. هاي هنا بعد كلش حلوين. طبعا عندهم الفريمات كل انواع الفريمات، انا قاعدة احاول اني امشي الكاميرا شوي شوي عشان تعرفون. شوفوا هنا اذا تبون تسوون ديكورات للخريف هذا هنا يبيعونه، بس خلينا نشوف كم سعره، ما قاعدة اشوف الاسعار بعد خلنا اوريكم شنو. شوفوا هنا هاي اذا تبون تشترون هيك الورد او شيء وانتم تنسقونه هنا موجود بمايكل. يا شوفوا هاي مو حقيقيه، ايش قد قلنا؟ 30 دولار. شوفوا شلون كبيره، وهاي تقريبا ب 10 دولارات اذا تبون زينه للخريف موجوده هنا بمايكل، وبكل مكان راح ينزلون، بس حاليا هذا المكان شفناه. طبعا هاي احنا هسه بمارشل، هاي الجنطه سعرها 18، هناك تولك شايفتها ما ادري تارجت او وارمارت ب 20 ما ادري ب 30 يعني هيك 28 38. اما شوف اسعارهم هنا الجنط كلش حلوه، قاعده اقول لهم خذوهم هاي حلوه البومه حلوه، ما يرضون ياخذونهم شو اسوي لهم، هم كلهم حلوات. اديداس هاي تخبل نايت كبيره عليها، هاي حلوات ما يحبون جوردن، هسه ما يردونه يردون اليوتيوبر. اخيرا مارشل جابوا هاي، اريدهم حق الشاي والقهوه والشكر، بس هسه محتاره بين هاي وبين هاي، وهاي هم كانت بيناتهم بس كنسلتها، وهسه بقيت بين هاي وهاي. يعني هاي حتى لو جبتها هذا راح اصبغها نفس اللون الارضيه مالتنا، لان الارضيه مالت المطبخ راح اسويها اللون الغامج، فما اعرف حتى هذاك محتاره. Which one؟ طبعا الحمد لله ما اشتريت بتارجت لان كان قياس 8 على 10. شوفوا اجت المارشل اشكال والوان، بس راح اشتري لهم اسود وهم راح اشتري لهم هاي الالوان، هاي مقياس 10 ل 12 سنه بيرفكت. يعني شوفوا هنا وكم سعرهم الاثنين ب 12، بين ال 12 16، هناك الواحد كان بتارجت ب 10 دولارات. يلا sit in your chair. اوكي اقعد. Good. وخلصنا من كلهم. وين رحنا اليوم؟ رحنا وياكم التارجت، الوالمارت، المارشل، المايكل، ما خلينا اليوم وياكم. تدرون كم
قضينا من الوقت، قضينا 4 ساعات ونص وياكم، وهسه وعد قال انا كل جوعان، فراجعين على البيت، الكاميرا راح تطيح، فراجعين على البيت ويلا. وكان عند الاشاره كنت اريد اشتري بعد هم غراض الخريف، فاذا حابين نسوي شوبينج انا وياكم بس بدون الاولاد، نروح ونشتري غراض الخريف ونزين بيتنا بالخريف، كتبوا تحت في الكومنت لانه ولا مره صراحه مسويتها، فاذا حابين نسويها لكم. وهذا ايلاني، هلا هلا ماما. هاي اشتروها يزن وايان، اشتريناها من والمارت. واو صير مثل مو، لازم نطفي الليل هسه الدنيا نهار. ايه غيرها، هاي اول شيء لازم تشيلها منها. شوف وش قد حلو قمر هو هذا. I can make it go faster. مو شنو، خلينا نخلي لكم اياه. ايان يزن اعطيني اياه، ارسلاني this one. نخلي لكم اياه هناك داخل عشان تشوفون ايش قد حلو. وهسه اجى وقت الاكل، راح نتغدى. جت على الحاضر مي واحد 5 دقائق اروح اشتري بس الاولاد. هاي انت قلتها 5 دقائق صار لي 5 دقائق. 5 ساعات. 5 ساعات. 5 ساعات. يلا يلا متى تمين جو. يلا اوكي. four hours and 30 minutes, not 5 hours. اوه حبايبنا اجينا لنهاية الفيديو، لا تنسون اشتراك بقناتنا ومتابعتنا على الانستغرام والفيسبوك والتيك توك وبعد تيك تاك. تيك تاك تيك تاك طبعا هنا خبراء مالتنا، ونحبكم، نشوفكم على خير حبايبنا. شير هذا الفيديو يا اصحاب. يلا باي باي.